السلام عليكم. مع وصفات ام وليد راح نديروا وصفه يعني جزائريه تقليديه، كل واحد كيفاش يسميها. كاين اللي يسميها طاجين رخام، كاين اللي يسميها عيون اسبانيوليه، كاين اللي يسموها عين الجمل، كل واحد كيفاش يسميها. لكن اليوم انا راح نديرها بالدجاج وراح نديرهم ناشفين. اذا واش راح نحتاج في الوصفه؟ عندي هنايا صدر تاع الدجاج مطحون، من الاحسن يعني اللي تشري من عنده الدجاج قولوا يطحنوا لك. عندي هنايا زوج فصوص تاع الثوم مسكرفجين، وعندي كميه تاع المعدنوس مقطع رقيق، بيضه كامله، زوج مغارف كبار تاع الشابلور، وبيض مغلي. نبداو بالطريقه مباشره. اذا ندير هذيك البيضه على الدجاج تاعنا، نديرو لا شابلور، توابل اللي هما ماش حنكثر باش يجونا بنات، ندير غير فلفل الكحل والملح. يعني هذا الطبق معروف خاصه كان يديروه للنافز لانه معمر بروتين هكذا باش يزيد لها الحليب وترفد روحها. اذا نخلط هذه المقادير مع بعض حتى ينسجموا لنا مليح. اذا بعد واش ندير؟ نحتاجو هنا شويه تاع الفارينه، ندير كميه تاع الفارينه امامي، نشمخ يدي بشويه تاع الماء، نحكم كميه اللي تكفيني باش نغطي الحبيبه تاع البيض. بالدجاج راح يجي احسن لافيوندا، شي جربوها ورجعوا لي بالخبر. اذا وصدر تاع الدجاج قادر يعني دجاجه واحده ديري بها شحال من طياب، يجوك طياب ولا. اذا ونغطيه، مشي وتحسي العجينه تاعك لازم تكون كامل نفس السمك بهذه الطريقه. رمدها في الفارينه وكي ترمديها زيدي خدميها بيدك هكذا باش تشد روحها مليح. اذا ها هي الحبه تاعنا واجده. نكمل كامل الكميه اللي عندي بنفس الطريقه. من بعد نقلي هذوك الكرات مباشره، يعني غديهم في الفارينه اقليهم، الا خليتيهم يرتاحوا عاودي رمديهم في الفارينه. نديرهم في الزيت سخونه، راح تلاحظوا انه تاع الدجاج ما تخافوش عليهم يتفتحوا عكس لا بيونداشي يعني واعرين شويه. نخلط فيهم غير بالعقل، يعني غير بشويه خليتيهم. حتى يتحمروا من كامل الجوانب. حمرت الكره تاعي كامل من الجوانب بلا ما نساو هادو، هادو راهم بيوضا كيما نشوفو فيهم. اذا نوقفها باش تحمر بهذه الطريقه، كتحمر من هذه الجهه ومن هذه الجهه. نقلهم كامل بنفس الطريقه، النار تكون قليله باش اللحم يطيب لنا حتى للداخل، يعني ماشي من برا يحمر ومن الداخل يبقى مقطر. اذا ها هي العمليه سهله، راه طايب يعني نحمره فقط. اذا نحمرهم كاملين. اذا طاجين الرخام تاعنا اليوم انا فقط راح نقدمه بدون صوص. حبيتي تقدمي كطبق رئيسي تقدري تطيبي مريقه بيضه بالحميصه ولا بالزيتون وتقدميه معهم. هذوك اللي بقات لي عملتها دي سيغار وقليتهم حتى هما، شوفوا كيفاش جاونا ويجوا يعني شادين رواحهم، ما تخافوش منهم وما راحش يتفتحوا في الزيت وما يجوش مزيتين، يعني عكس تاع لافيونداشي. لافيونداشي يعني لافيونداشي عفوا تغلبك شويه ويتفتحوا في الطياب. شوفوا هذوك كيفاش جاونا. انا اليوم باش حنقدمهم، حنقدمهم بهاد لاصوص، صوص ذوق كباب، بنينه بزاف. هذه فيها المايونيز، فيها الاعشاب، فيها بنينه بنينه. والا تقدري تقدميها مع كاتشب مايونيز كيما حبيتي. اذا انا حنقدمهم بهاد لاصوص هذه، جربوها. يعني كاين بزاف ناس يحبوا يعني يديروا وصفات هكذا يغمسوا بها. وصفه عنها اليوم هي معنا واجده. شوفوا شحال جاونا شابين، جاو روعه كطبق ما يجوك الضياف تحطيه ما شاء الله. جربي الوصفه، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.